بسم الله الرحمن الرحيم. في سؤال جه بيقول هو الشخص ده بيشرح كورس معين واتفق مع ناس على ان هو هيديهم كورس في عدد ساعات معينه وهيشرح جزء معين من البرنامج او يشرح البرنامج، ففوجئ ان مفيش حاجه بتتنفذ، ويعني حاسس ان هم ما استفادوش، فبيعيد الكلام تاني. فنفس يعني الكلام المفروض كان يتقال في اول محاضرتين، وصلنا خلاص ان احنا وصلنا 30 ساعه وبنكرر الكلام، لان هو حاسس ان مفيش تطبيق، فالكلام بيطير، فهو بيحس بالذنب. تمام، فهو بيسأل اعمل ايه في الموضوع دوت. تمام، طيب خلينا بس ايه قبل ما نبدأ في كورس نقول ان في حاجات اسمها مهارات تدريس، وفي مهارات إدارية، وفي يعني كل حاجة لها مهارات. تمام، مش معنى ان انا بعرف البرنامج دوت ان انا ابدأ ان انا اشرح الموضوع على طول، لا، بحتاج ان انا ادور في اساليب التدريس والمشاكل اللي ممكن تواجهنا. ايه، انا مثلا كنت ايام ما كنت في الكلية كنتش بروح الكلية بتاعتي عادي، يعني كنت بروح بحضر في كلية التربية، كنت بقعد مع الدكاترة واعرف ازاي الواحد يوصل معلومة وازاي الواحد يشرح والواحد يعمل ايه لو في حد بيثير الشغب. يعني لو انتوا فاكرين فيلم الناظر كان في عيل كده مثير الشغب وبعد كده صلاح ولي الدين ده مسكه ضربه وبتاع، طيب الواحد عامل ازاي مع الناس، ازاي يحفز الناس، ازاي يوصل لهم المعلومة، لو في حد مثلا ليه اسلوب معين الواحد يتعامل معاه ازاي، كل الحاجات دي بتدرس. تمام، في مناهج تدريس كتيره موجوده اونلاين على النت، في منهج مثلا الاس اي تبع اوتوديسك ممكن تبدا تشوفه، هتلاقي فيه بعض النماذج الحلوه والحاجات الممتازه. الحقيقه مش بتكلم على الشهاده، بتكلم على العلم نفسه. طيب دي مهارات تدريس، ممكن واحد بيعرف يدرس قوي وبيعرف يوصل المعلومه وبعد كده لو كويس في المدرسه فراحوا مرقينه بقى مدير، هو مالوش مهارات في الاداره، فمش لازم عشان هو خبره 30 سنه ينفع ان هو يمسك مدير، ممكن يكون ما عندوش القوه ان هو مثلا يتخذ قرارات حاسمه او حاجه زي كده. تمام، طيب في حاله من الحالات اللي زي ديت اللي هو ان انت بتعمل اللي عليك بس اللي قدامك هو اللي بيضيع الوقت، طب ايه الفكره، ازاي اتصرف معاه؟ بكل بساطه انا ممكن اجبره من الاول خالص ان انا في جزء بشرح وبعد كده في جزء بيطبق، فانا ضمنت ان هو بيطبق دلوقتي. يعني اثناء المحاضرة مثلا 20 ساعة ساعتين، هشرح ساعة ونص وفي نص ساعة هيطبق. تمام، فهو كده اضطر ان هو اثناء المحاضرة يطبق. طيب بعد كده هقول له خد طبق الجزء دوت، ولو انت مش ما طبقتش المحاضرة الحاجة دي وجيت المحاضرة الجاية انا هشرح لك المحاضرة الجاية نفس الكلام اللي شرحته في المحاضرة الأولانية. تمام، وانت ليك 30 ساعة ملتزم بيهم. انا المرتب اللي انا خدته والفلوس اللي انا خدتها او الاجر اللي انا خدته ده احتباس وقت اللي هو 30 ساعة، لو انا في الاخر اديتك ساعتين زياده دي حاجه من عندنا. تمام، انت كده ليك 30 ساعه، لو انت بذلت جهد وخلصنا في 20 ساعه هديك 10 ساعات هشرح لك حاجات ادفانسد. تمام، هشرح لك برنامج تاني، هشرح لك اي حاجه، هنبدا نطبق امثله، هنبدا نعمل حاجه جديده، المهم ان انت هتاخد حقك وزياده. بس لو انت قصرت، انا جيت وحضرت وجيت واديت المحاضره وكل حاجه بس انت ما طبقتش، ده حصل معايا مع ناس قرايبي وصحابي، اتفقت معاهم ان انا هشرح لهم منهج ببلاش، يعني انا مش عايز منهم مقابل، وقعدنا اول محاضره شرحت لهم كلها، جينا تاني محاضره عملت ايه، ما عملناش حاجه، فروحت عدت نفس المحاضره لان لقيتهم ما طبقوش، فمعنى كده ان هم ما استفادوش حاجه. فتالت محاضره لقيتهم ما طبقوش، قلت لهم طب ايه رايكم بقى تعالوا نتمشى شويه على الكورنيش، خرجنا وقعدنا نتمشى في الشارع شويه وبتاع، انا مش هضيع وقتي ما دام اللي قدامي مش عايز يستفاد وما بيطلبش العلم، يبقى انا كده بضيع وقت، تعالى نخرج نتفسح، تعالى نقعد قعده حلوه نتفرج على الفيلم، ده بافيد ليا وليك. تمام، فانا بلزم الناس كده، اخوانا انت ليك عدد معين فلازم انت تطبق، لو ما طبقتش هتلاقي نفس الكلام بيكرر، ما ينفعش ان انا اقعد ارص الكلام كل مره اديك كلام جديد وانت القديم ما بتنفذوش، فهتلاقي نفسنا لما نيجي نطبق مشروع مثلا الموضوع مش قادر تطبقه لان انت من الاول. وفي ناس بتقول لك ايه، لا انا هاجي عندي جزء معين هشرحه ماليش دعوه هما بيطبقوا ولا ما بيطبقوش، بس ده مش مفيش استفاده، فانا عايز الناس تستفاد على الاقل، لو استفاد بنص الكورس يبقى افضل. وانت برضه ممكن يعني الاسلوبين موجودين، انت تشوف انهي اسلوب اللي انت تستفاد منه، بس ما ينفعش يكون حد عامل حسابه ان الراجل ده طيب وهيقعد يشرح لي كتير وهيعيد لي الكلام كل 300 مره ونقعد نخش في 20 ساعه 30 ساعه 40 ساعه زياده عن اللي احنا متفقين عليه بدون مقابل، وده طبعا ما ينفعش. فلازم الناس برضو تشد الهمه شويه، يعني انت دافع فلوس وبذل جهد واخد مشوار وكده مش عشان تضيع وقتك، لازم تبدا تستفاد من الكلام دوت وتطبق، بحيث ان الموضوع ده هيفيدك في المستقبل، هيفيدك في شغلك، هيفيدك في دراستك، مشروع تخرج، في كل حياتك. العلم ده يعني حاجه كويسه جدا، سيدنا علي بن ابي طالب بيقول قيمه كل امرئ ما يحسن، الحاجه اللي انت تتعلمها وتعمل بيها وتشتغل بيها وتفيدك ان شاء الله.
أتمنى يكون الموضوع واضح، وأتمنى الناس تبدأ تشد الهمة شوية.